ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في قناه ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر ان شاء الله تكونوا بخير، فرحانين ونشطين ديما يا ربي. دونك الوصفه ديال اليوم كيف ما قريتم العنوان فهي غادي تكون وصفه مختصه لتخصيص الوزن كيف ما قريتوا اكيد من العنوان للفيديو. نتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم، وكنت تبارك الله ديجا قدمت لكم عده فيديوهات اللي كثارين تبارك الله بخصوص هذا الموضوع ونالوا الاعجاب ديالكم، واكيد ان شاء الله غنجيكم بمواضيع مختلفه على حسب كل سيده والوصفات اللي كتبغي، سواء الشعر سواء التبييض سواء التخصيص وايضا الوصفات الاسنان. فدائما كونوا في الموعد ان شاء الله، كونوا متتبعات وفيه القناه ديالي دائما الهام شانيل. وهذا الشيء اللي كاين البنات، دونك اكيد الان غادي نمشيو للمكونات ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال. واول مكون غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه هو الكمون البلدي، كيف ما كتشاهدوا في الفيديو امامكم الان غنحتاجوا ما يعادل 2 معالق صغار ديال الكمون البلدي. بالنسبه للكمون البنات عنده دور وفوائد لا تعد ولا تحصى بخصوص التخسيس، والناس اللي باغيين ينقصوا الوزن، لانه يعني كيجوني تبارك الله اسئله كثيره سواء في الميساجون بريفي وفي التعليقات ديالكم، اللي اكيد ما كنقدرش نوصل لكل التعاليق وما كنقدرش نجاوب على تعليقاتكم تبارك الله الكثيره الكثيره، فشكرا دائما لكم. كيف ما قلت لكم فالكمون عنده فوائد كثيره البنات بخصوص التخسيس، وكنصحكم به الا قدرتوه يعني تاكلوا كاع غير واحد المعلقه صغيره ولا نصف معلقه مع كاس ديال الماء قبل ما تفطروا، وان شاء الله غادي تلقاو نتائج كثيره. وهذه الوصفه يعني كننصحوا بها سيدات اللي ديجا مجربينها ويعني دارسي الوصفه وعطاتهم واحد النتيجه اللي هي رائعه في ظرف يعني اسبوعين لو ماكسيموم كتبدا تبان النتيجه، ولكن ضروري ما تداوموا عليها. بالنسبه لثاني مكون اللي غادي يكون معنا في هذه الوصفه هو عصير الحامض، كيف ما كنعرفوا على عصير الحامض بلا ما نهضر لكم عليه اكيد نتوما عارفين انه كيخسس الوزن بواحد الشكل اللي هو رهيب وسريع في نفس الوقت. وهادو هما جوج ديال المكونات البنات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه اللي هما الكمون البلدي وايضا عصير الحامض. وانا هنا غادي نخلط ما بين الكمون البودره ديال الكمون وايضا عصير الحامض، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم فبقاو معايا باش نشرح لكم اكيد طريقه الاستعمال والمده ايضا. وبعد ما خلطت جميع المكونات وايضا جميع العناصر البنات اللي كتكون من الكمون اولا الكمونه بالاحرى البلديه كما تنقولوا لها حنايا، وايضا عصير الحامض السحري 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 البنات ثم السحري في تخسيس الوزن. وكنصح البنات او السيدات اللي عندهم يعني حساسيه من الحامض انكم كيف ما شرحت لكم في بدايه الفيديو انكم تاكلوا نصف ملعقه صغيره من الكمون او حتى ملعقه كبيره من الكمون مع كاس ديال الماء قبل ما تفطروا. غير هو الماء البنات يكون دافي ما يكونش بارد، لانه الا كان بارد ما غاديش يعطي المفعول كيف ما غادي يكون سخون. وكم ان شاء الله غادي تخلصوا من الوزن. وهاد الوصفه راه عن تجربه شخصيه، وكيف ما قلت لكم ديجا مجربينها سيدات اللي يعني دارسين الوصفه ونالت الاعجاب ديالهم، والنتيجه كتبان من الاسبوعين يعني الاسبوع حتى الاسبوعين بجوجهم يعني، وان شاء الله غادي تحصلوا على نتيجه اللي هي اكيد افيكاس وزوينه لكم. بالنسبه لهذه الوصفه اللي قدمت لكم اليوم ففيها الحامض، الا ما عندكمش مشكل من الحامض فغير شربوه راه رائع. والحامض ماشي غير كيخصص من الوزن فكينقي لينا حتى ديال الداس ديالنا من السموم ومن اشياء اللي كثيره كثيره، ونقدروا نشرو اكيد كيف ما قلت لكم ادويه اللي تكون باهظه في الثمن وما تكونش بحال عصير الحامض اللي ما له يعني من فوائد للجسم ديالنا. وحتى الامر اللي اكيد كنقلبوا عليه في هذه الوصفه اللي هو التخسيس. فكيف ما قلت لكم بعد ما تحصلوا على هاد الوصفه هذه على هذا الشكل هذا اللي كتشاهدوا في الفيديو امامكم الان غادي تشربوه بالصحه والراحه البنات. هاد الوصفه كنصحكم انكم تستعملوها يوميا، مي الا ما قدرتوش تستعملوها يوميا حاولوا تستعملوها نهار ونهار لا، كوم سا تبقاو غاديين مع لوغيتم ديالكم. ولا استعملتوها يوميا بقاو غاديين مع لوغيتم ديالكم ديال نهار اه ونهار لا، اولا يوميا تشربوها. واكيد راه ما فيهاش حتى ضرر كيف ما قلت لكم، غير هو الماء يكون دافي ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد نهائيا يكون دافي. دونك هادشي اللي كاين البنات، جيسبر انني عطيتكم النصائح ديالي كاملين. حتى نتوما الا عندكم نصائح فاكيد ماشي غير النصائح ديالي، حتى نصائحكم تقدر تفيدني انا وما نكونش عارفه بعض النصائح، وحتى السيدات اخرين اللي غادي يجيو يشوفوا القناه حتى هما يعرفوا نصائح اخرى.
اللي تقدر تهمهم وتهمني انا وتهم جميع البنات وجميع الغزالات ايضا. وجيسبر نالت الاعجاب ديالكم هاد الوصفه وكانوا نصائح ديالي واخا قلالين فادوكم يا ربي. وما تنسبخلوش عليا بلي لايك ديالكم تشجيعاتكم واقتراحاتكم وتشتركوا في القناه وتضغطوا على ديال الجرس. وهذا الشيء اللي كاين البنات، نشوفكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو. خليت لكم الراحه وبسلامه عليكم.